strength of hearing، ايه قوة السمع دي؟ بصوا كده في جراف، ده جراف human dog dolphin، دوت درجة السمع. ها يبقى humans شايفين قدين، dog اعلى، دولفين. هنسأل بقى سؤال، do the living organisms اللي هي humans dogs dolphin، نادي human ده living organism living organism living organism، فبيسألني do the living organism in the graph في الرسمة دي have similar hearing senses، ليها نفس درجة السمع. هيقولي yes ولا no، ها مين هيجاوب؟ لا humans أقل، dogs أعلى، دولفين بيعني يبقى هنا no، الإجابة no، لان كل كائن حي بيختلف على التاني في درجة الايه، يعني في اشياء الكلاب تسمعها الانسان ما يسمعهاش، واشياء الدولفين يسمعها، ها وايه والهيومنز ودوجز ما يسمعهاش. وضحت؟ دولفين سوبر سينسز، سوبر شو لك ده، سوبر سوبر يعني الفائقة اللي هي العالية. بص الصورة دي كده معايا، ادي ده دولفين، ده دولفين، دولفين هاف سوبر سينسز ذات هيلب ذم. هو ليه سوبر سينسز؟ ليه عنده حواس عاليه؟ قال لك تو سيرفايف، تو سيرش فود، سيرش فور فود، بروتكت ذم سيلفز اندر ووتر. ثلاث حاجات، دولفين هاف سوبر سينسز، يقول لي جيف ريزون سوبر، جيف ريزون، يقول لي كده جيف ريزون، دولفين have sober senses that help them to ليه عنده sober senses to survive to search for food او يدور على الطعام، protect themselves under water او يحمي نفسه هو تحت الايه الووتر. يلا بينا نكمل. The most sharp sense dolphin have is the sense of hearing. قالك اقوى حاسة عند الدولفين هي حاسة الهيرينج الايه السمع. دولفين كان هير اول ساوند تونز، كل موجات الصوت. دولفين يوز ايكولوكيشن، ايكولوك ايه ايكولوكيشن دي، بص الصورة دي بص معايا كده، ده ايكول ال هنا بيعمل ايه، بيرسل ويف، ويف موجة اذا قابلت جسمه قدامها بترتد ليه، وهنشرحها بالتفصيل بعد شويه. دولفين يوز ايكولوكيشن، ايكولوكيشن اللي هو ارتداد الصوت، تو ديتكت يكتشف ذا لوكيشن اوف اذر ليفينج اورجانيزم ان ذا ووتر، بيدور على حاجه ياكلها، بيعمل ايه ايكولوكيشن صدى، لما لو هي في حاجه قدامه بترتد الموجه زي الرادار، ما هم اخترعوا الرادار من كده، ها لو ما فيش حاجه الموجه ما بترجعش، لا ده في هنا فيش يقوم ترتد يقوم يجري وياكلها. فهمنا ازاي دولفين؟ يبقى يوز اهم حاجه ايه، ايكو لوكيشن، ايكو ده جميل جدا الساينس وما فيش مشكله، to detect the location of other living organism in the water. وانا بشرح لك بحاول اكن هي حصه درس، انا عايزين نفهم، بس كله بيعتمد على مذاكره الطالب ومجهوده. نكمل كده مع بعض. ايكو، ايه بقى كلمه ايكو؟ احنا قلنا في حاجه اسمها ايكو لوكيشن، تحديد الموقع. اما كلمه ايكو يعني ايه؟ it is the reflection of sound wave back from a solid surface. يعني ايه يا مستر؟ يعني لو انا عندي كده هو جسم كده سطح solid 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 solid، واحد يقول لي يعني ايه solid يا مم؟ solid يعني جامد، حيطة، سمكة، بني ادم، ها شجرة، surface. يبقى it is reflect، يبقى في صوت بينزل على كده، لو قابل solid surface بترتد مرة تانية زي الرادار، الرادار يبعت رسالة تخبط في الطيارة تقيس المسافة ويطلقوا عليها الصاروخ، ها يبقى ده الإيكو. إيكو، إيكو اللي هو الصدى، it is reflection of sound wave back from a solid surface to its a source. في جملتين كده بيقول لي true false، smell is one of the sober sense of dolphin. السميل الشم، لا 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 احنا قلنا هيرنج وايه تاني، لا 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 لا، يبقى دي فولس، فولس سميل مش تبع الايه الدولفين. ايكو هيلب دولفين لوكيت ذا برايز،
هل الايكو الصدى بيساعد الدولفين لوكيت يحدد لبراي المكان؟ دي ترو، دي ترو. الاسئله جميله والشرح بسيط، وانا هادي معاكم وبحاول اخلي، بقول لك بص الكتاب واضح سهل، انت مش محتاج مدرس، ولو بتاخد درس اسمع قبل ما تروح الدرس، وبعد ما ترجع من الدرس كمان اسمع، واسمع كلام المستر بتاعك. نكمل كده مع بعض اخر جزئية. How dolphin use echolocation property. echolocation ده الصورة قدامك، ما دي اسمها echolocation، بيعمل ساوند، ساوند بيعمل هي ويف، ويف اول ما يلاقي solid، solid solid جسم صلب بتعمل ايه؟ شايفين الحلمات دي التانية دي كده بتعمل ايه؟ باونس باك، ريتيرن، ريفليكت، تنعكس، يسمع ويحدد المكان. قال لك نمبر 1 ساوند برودوس باي دولفين، ساوند ويف، الدولفين بيعمل ساوند اللي هو لونه ايه؟ ريد، ريد اهو، ده ساوند بيعمل صوت. وبعدين يبقى ساوند برودوس باي دولفين، ساوند ويف. نمبر 2 ذيس ويفز ترافل ثرو ووتر، ماشيه فين؟ في الووتر، ما ده تحت الميه، ترافل تو ووتر. طب نمبر 3 ذيس ويف هيت اوبجكت، بتخبط في الاوبجكت، هيت اوبجكت، هيت اوبجكت. طب وبعدين زي باونس باك، باونس باك شايفين اللي لونها اللي هو الرصاصه دي كده، باونس باك بترجع تاني تو دولفين ان ذا فورم اف ايكو، على هيئه ايه؟ ايكو. ايكو هيلب دولفين لوكيت ذير براي. الايكو ده بقى دي حاجه بقى ربنا خلقها فيه، بيقدر يحدد ايكو هيلب دولفين لوكيت ذير براي، بيقدر يحدد الفريسه بتاعته وعلى بعد كام ويهجم امتى وما يهجمش امتى. يبقى هاو دولفين يوز ايكو لوكيشن بروبريتي، ساوند برودوس باي دولفين، ادي الساوند الاحمر اهو برودوس لها ساوند ويف، زيز ويفز ترافل ثرو ووتر بيمشي هنا، زيز ويفز هيت اوبجكت لو قابلت اوبجكت هيت بتخبطها، زي باونس باك، باونس باك يعني ريفليكت ترتد تو دولفين ان ذا فورم اوف ايكو. الايكو بقى هيلب دولفين لوكيت زير بريز. والى لقاء قادم، وعشان نكمل ونشوف الاسئله شكلها ايه وبقيه الدرس، واتمنى تكونوا فاهمين، وخليك دايما مع مستر نبيل.